بعد أكثر من عامين من تربعه على عرش التنس العالمية، وادعى الصربي نوفاك جوكوفيتش صدارة تصنيف لاعب الكرة الصفراء بعدما كان النجم الأوحد والأكثر تتويجا بالألقاب لصالح النجم البريطاني الشهير أندي موراي، والذي كسر هيمنة الصربي نوفاك جوكوفيتش وبات اللاعب 26 الذي يعتلي التصنيف العالمي للمحترفين على مدار تاريخ اللعبة. موراي اعتلى الاثنين صدارة التصنيف العالمي ليبدأ مرحلة جديدة من مشواره الرائع، وينهي 122 أسبوعا من تصدر النجم الصربي لتصنيف الرابطة العالمية لمحترفي اللعبة. كان موراي قفز إلى صدارة التصنيف وتتويجه بلقب بطولة باريس للأساتذة في موسم عرف تألقا لافتا للنجم الأسكتلندي ذي 29 عاما، والذي أصبح في عام 2016 أبا لأول مرة. موراي عرف في العام 2016 التتويج بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثانية، وحافظ على لقبه الأولمبي بالفوز بذهبية ريو دي جانيرو. وفي الوقت الذي سجل فيه موراي كل هذه النجاحات، شهد العام تراجع أداء بعض النجوم الآخرين كسويسري روجي فيديرر الفائز ب17 لقبا من بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، إضافة لتراجع نجومية الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم، والذي هبط ترتيبه من السادس إلى الثامن في التصنيف العالمي.